تفضل ابو حسين. كيف حالك اخ وليد؟ الحمد لله. اخ وليد، هل توجد رواية في كتب الشيعة تقول ان جميع الشيعة هم معصومين عن الخطأ ويدخلون الجنة؟ لا طبعا، جميع الشيعة، لا طبعا، الا في هناك روايات، الروايات عن الحسين رضي الله عنه وارضاه منسوبه للحسين، وهناك روايات صحيحه لا يوجد اساسا. جيد. ما هو تعبير الزنا؟ أن الأم تزني قبل إنجاب ولدها، صح أم خطأ؟ تزني؟ طب ولو اذنت بعد انجاب الولد؟ بس اسمح لي، لا أنا أتكلم عن الولد نفسه، ما له علاقة بأبو أخوه أو يعني انت بتتكلم، يعني ما ذنب الطفل ان كانت امه زانية؟ طيب ليس لا له ذنب أجمع اساسا، السؤال يعني ليس له ذنب. يا أخ وليد، إن كان الولد مولود شيعي وأصبح ايوه، كافرا، فما هو ذنب الأم لا هنا؟ هل بص يصح؟ بص يا استاذ، بص يا هل استاذ، تسمح لي؟ انا بص يا نعم استاذ نعم افهمك بس نقطة. أولا الروايات دي نحن نعتقد أنها روايات مكذوبة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تتردد تمام بين الشيعة. فهدف البرنامج إن احنا بنجيب التناقضات عشان الشيعي يعرف أن هذه الروايات مكذوبة، هذه الروايات مكذوبة، سواء ابن زينة أو ابن حيضة أو الكلام اللي هم بيقولوه دايما ده أولاد بغاية، عشان الشيعي يعرف أنها مكذوبة. لكن أنا معك على الحقيقة، على الحقيقة واحدة زنت والعياذ بالله وخلفت عيل من الزنا، ما ذنب الطفل؟ شيخ وليد، سؤالي كالتالي: إن كان الشخص انولد شيعي من الأب والأم ثم أصبح كافرا، فما ذنب الأم؟ هل يصح أن نقول عليها هي زنت؟ يستحيل، الرواية هو يستحيل تقول اساسا. بص يا استاذ، ما ينفع اساسا ان احنا بالجمله، اسمعني بس طيب الله يبارك في عمرك، ما ينفع اساسا بالجمله كده ان احنا نقول ان الناس دول كلهم اولاد زنا. ده حتى غير منطقي وغير عقلي اساسا ان احنا نتهم الناس بالزنا وهم اساسا ممكن تقوم عفيفه. يعني انا ما اقدرش مثلا اقول ان كل اليهود اولاد زنا، ما استطيع ان اقول ان كل الكفار اولاد زنا. يا طيب، انا ما اقول لك انك اتهمت، يا انا عم جاي طب بالله اتكلم عليك ادخل في الموضوع على طول، ادخل، انت عايز توصل لنا معلومة ايه؟ اتفضل. طيب، ان كان جعفر وعقيل هم انولدا شيعيان ومن ثم اصبحا كافران، فهل توجد روايه شيعيه صحيحه تقول من اصبح كافرا وهو مولود شيعيا اصبحت امه لا يا باشا، زنت لا فيه؟ انت حبيت تتزاكى بقى، تعالى انت بقى شوية. اولا الرواية تقول ان كل الناس اولاد بغايا الا ما خلا شيعتنا، الا ما خلا، ما طيب حددتش بقى اللي اتولد مسلم وبعدين بقى كافر، لا كل الناس اولاد زنا واولاد بغايا الا ما خلا شيعتنا، يعني الا الشيعي. فما تحاولش تلف وتدور عشان تحاول ايه الكلام ده كله، فما تلفش وتدور لو طيب سمحت، لان ما فيش حد بيعرف يلف ويدور معايا. طيب طيب انا وياك الآن نحن نقول الآن هل عقيل وجعفر من الشيعة أم لا؟ شيعة، هم ولدا شيعيان، هم مين اللي قال ولدا إن هم شيعيان اتولدوا وأصبحوا شيعة أساسا؟ كافرين. مين اللي قال إن هم اتولدوا شيعة أساسا؟ مين اللي قال إن كيف هم اتولدوا سمعتم؟ شيعة أساسا؟ هو عقيل اتولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لما النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي بن أبي طالب؟ أنا جاي أتكلم عن جعفر، انت طب هل نجمع وعقيل، طب وحضرتك وعقيل؟ عقيل كافر؟ إن عقيل كان كافر يعني مش كافر، من الشيعة؟ بس ثواني، واحد واحد، احنا ناخذ واحد واحد. زحلقه زحلقه يا عم بلا هبل، زحلقه بلا عبط، ده الغباء المستحكم ده.